سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين. أما بعد، حياكم الله. استكمل سويا مدارسة كتاب منهاج العابدين في جنة رب العالمين لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي عليه رحمة الله تعالى. هذا الكتاب الذي يصف لنا مراحل الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، وكنا قلنا إن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى طريق معنوي يسير فيه السائر بقلبه، وهو يشبه الطريق المادي الطريق الحسي، من حيث إنه الطريق الحسي فيه عقبات وفيه قطاع طرق وفيه مناغصات وفيه تعب وبذل مجهود، فكذلك الطريق إلى الله سبحانه وتعالى فيه تعب في بذل مجهود في قطاع طرق في مناغصات في حفر في مطبات، كالطريق المادي تماما بتمام. فوصف لنا الإمام الغزالي رحمه الله هذا الطريق هذا المنهاج، ثم وصلنا الآن إلى عقبة الحمد والشكر، وهي آخر العقبات التي يقابلها السالك أو السائر في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. وكنا وقفنا عند بيان أصول الحمد والشكر، قال: فعليك أيها الرجل ببذل المجهود في قطع هذه العقبة اليسيرة المؤنة الكبيرة الجدوى العزيزة العنصر العظيمة القدر، وتأمل أصله. يعني هو عايز يقول لك إن الحمد والشكر عقبة من العقبات، ولكنها عقبة يسيرة، وإذا تخطيتها فإنك ستنال شيئا عظيما. ثم ليعينك حجة الإسلام على تخطي هذه العقبة يقول لك: تأمل معي أصلي، تأمل معي هذين الأمرين. وكلمة أصل، الأصل هو ما يبنى عليه غيره، الأصل هو ما يبنى عليه غيره. فأنت دلوقتي هديك قاعدتين تبني عليهم بعد كده الكثير من الأمور. أحدهما أن النعمة إنما تعطى من يعرف قدرها، وإنما يعرف قدرها الشاكر. إذن لمن يعطي الله سبحانه وتعالى النعمة؟ يعطي الله سبحانه وتعالى النعمة لمن يعرف قدرها. أو ممكن نقول إن النعمة لا تستمر ولا تكبر ولا تزيد إلا عند من يعرف قدرها. ما عرفناش قدر النعمة تؤخذ منا ثم نندم بعد ذلك عليها. طيب إزاي نحافظ على النعمة بشكرها؟ بشكرها. قال: ودليل ما قلناه قوله سبحانه في الحكاية عن الكفار والرد عليهم: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. إذن هؤلاء الكفار يعني لا يريدون أن يمن الله عز وجل على أحد سواهم. طيب لماذا من الله عز وجل على من سوى هؤلاء الكفار؟ لأنهم كانوا من الشاكرين. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ إذن الله أعطى من؟ أعطى الشاكرين. يقول الشيخ: ظن أولئك الجهال أن النعمة العظيمة والمنة الكريمة إنما تعطى من يكون أكثرهم مالا وأشرفهم حسبا ونسبا. في ناس كده، في ناس كده لمجرد أن ربنا فتح عليهم بحاجة في الدنيا، غنى مثلا أو مناصب أو جاه أو جمال بالنسبة للمرأة أو علم ووظيفة كبيرة مرموقة بالنسبة للرجل، يظن لمجرد أن ربنا اداله نعمة من نعمه إنه اصطفاه، إنه عبد مصطفى، إنه ضمن الجنة، إنه لا يمكن أبدا ربنا يغضب عني. فإذا النعمة يظن بعض الناس أنها تعطى للإنسان إذا كان الأكثر مالا أو الأشرف من حيث الحسب والنسب.
فقالوا: ما بال هؤلاء الفقراء بزعمهم من العبيد والأحرار أعطوا هذه النعمة العظيمة بزعمكم دوننا؟ يعني هم يظنون أن كل النعم ينبغي أن يكون عندهم، أي حاجة حلوة لازم تكون عندهم هم، مش متصورين أنه يكون عند غيرهم حاجة أعظم وأحسن مما عندهم. يعني ممكن ربنا، أنت كواحد غني ربنا يعطيك المال لكنه ما يعطيكش الذكاء، ما يعطيكش العلم، ما يعطيكش محبة الخلق. لذلك الناس اللي بتوصل لهذه المرحلة من المرض النفسي بيبقى عنده ما يعرف في علم النفس بحالة الإنكار، إنه بيعيش حالة من الإنكار، مش عايز يصدق أبدا إن في حد أحسن منه. ليه؟ لأنه عاش أو عايش نفسه في وهم إنه طالما فلوسه كتير يبقى هو أحسن إنسان، أذكى إنسان، أحلى إنسان، المحبوب من كل الناس، كده كده كده. أو عايز يعيش نفسه في وهم إنه طالما إن هو من عيلة كبيرة فلازم يكون هو المتميز في كل حاجة. ما يعرفش إن ربنا إداله بس نعمة من النعم، حاجة من الحاجات، وربما عند غيره ما هو أعظم. لكن سبحان الله، الإنسان مغرور، كائن مغرور بطبعه، ولا يفلت ولا ينجو من هذا الغرور إلا إنسان صاحب البصيرة، الإنسان الذي يمن الله سبحانه وتعالى عليه بالبصيرة، بحيث يرى أنه مهما أعطاه الله سبحانه وتعالى فهي نعمة تستحق الشكر. قد يقصر العبد في شكرها، قد يوفق العبد في شكرها، وقد يعطي الله سبحانه وتعالى غيره من الناس الذين ربما يحتقرهم، قد يعطي الله سبحانه وتعالى هؤلاء ما هو أعظم منه. فقالوا على طريق الاستكبار ومجرى الاستهزاء: أهؤلاء من الله عليهم؟ معقول؟ معقول الناس الغلابة دول، الناس اللي غيرنا دول يكونوا أحسن مننا، أكثر تدينا؟ معقول ممكن يكونوا أكثر ذكاء؟ معقول ممكن يكون رأيهم أصوب في بعض الأمور؟ معقول الكلام ده؟ أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ مش مصدقين، حالة الإنكار مسيطرة عليهم. فأجابهم الله تعالى بهذه النكتة الزاهرة فقال: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ تقدير الكلام أن السيد الكريم إنما يعطي نعمته من يعرف قدرها. يعني أنت يا أخينا، يعني اللي ربنا اداك المال بس ولم تعرف قدره، ربنا سبحانه وتعالى لم يعطك العلم، لم يعطك الدين لأنك لم تعرف قدره، لم يعطك القرآن لأنك لم تعرف قدره. طيب يا أخي، أنت يلي ربنا أعطاك المال، ربنا أعطاك المال لأن أنت هتعرف نعمة المال، هتعرف قدر المال، هتعرف تعمل مصانع وتشغل الناس وتفيد الأمة وهكذا. فربنا يعطي النعمة لمن؟ لمن يقدرها قدرها. معنى ذلك إن كل واحد فينا مطالب الآن إنه يدور يشوف ربنا إيه النعم اللي أعطاها له. ربنا أعطاني نعمة العلم مثلا، نعمة الصحة، نعمة الأولاد الطيبين، نعمة الزوجة الصالحة، نعمة الزوج الصالح، نعمة الأب الطيب والأم الطيبة، نعمة الإخوة والأخوات الطيبين، نعمة الوظيفة الحمد لله اللي مسكراني، نعمة الجيران الطيبين. شوف كده، دور على النعم اللي عندك، فيها كتير قوي قوي قوي، واسأل نفسك: هل أنا أشكر الله على هذه النعم أو لا؟ وشكر النعم احنا قلنا لحضراتكم قبل ذلك ما يكونش بس إنك تقول الحمد لله الحمد لله، لا، يكون بأداء حق هذه النعم. فأنا لو ربنا أعطاني مثلا أولاد، شكر النعمة إني أحسن تربيتهم، أحفظهم القرآن، أعرفهم الحلال والحرام. ربنا سبحانه وتعالى أعطاني وظيفة ستراني، يبقى شكر النعمة إن أنا أعمل إيه؟ أراعي ربنا سبحانه وتعالى في هذه الوظيفة وآكل من الحلال. ربنا سبحانه وتعالى أعطاني نعمة الزوجة الصالحة أو الزوج الصالح، يبقى شكر النعمة دي يبقى إزاي؟ إن أقوم بالحقوق كاملة حتى أرضي الله سبحانه وتعالى في كل طرف، كل طرف يرضي الله سبحانه وتعالى في الطرف الآخر. ده شكر النعمة، وإلا النعمة تزول. إذن تقدير الكلام كما يقول الشيخ أن السيد الكريم إنما يعطي نعمته من يعرف قدرها، وإنما يعرف قدرها من أقبل عليها بنفسه وقلبه فاختارها على غيرها ولا يعبأ
بما تحمل من أعباء المؤنة في تحصيلها، ثم لا يزال قائما بالباب يؤدي شكرها. وكان في علمنا السابق أن هؤلاء الضعفاء يعرفون قدر هذه النعمة ويقومون بشكرها، فكانوا أولى بهذه النعمة منكم. تقدير الكلام المتحدث من؟ الله سبحانه وتعالى. الله سبق في علمه أن هؤلاء الضعفاء الفقراء اللي أسلموا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هيقوموا بنعمة الدين أكثر منكم أنتم يا أصحاب الوجاهة والمكانة والمال. فربنا أعطاهم النعمة دي إن هم يحافظوا عليها. فلا اعتبار بغناكم وثروتكم ولا جاهكم في الدنيا ولا حشمكم ولا نسبكم في الأنساب ولا حسبكم، إنما تحسبون النعمة كلها الدنيا وحطامها. في ناس كده لما تقول له أنت عامل إيه يقول لك أنا في نعمة، ويقصد بالنعمة إيه؟ الفلوس، الدنيا. طيب تعالى بقى الواحد فقير يقول لك والله انت عامل ايه، يقول لك لا والله ملطشه معايا، لانه النعم عنده هي برضو الفلوس. النعم يا اخوانا ليست هي الدنيا فقط، النعم مش ماديه فقط، النعم الوان كثيره جدا، اقلها نعم الدنيا عشان تكونوا عارفين. يعني الله عز وجل يعطي الدنيا لمن احب ولمن لا يحب. يعني ما انتوا زي ما حضراتكم شايفين، يعني هل في اكتر، في اصدق من الواقع اذا وقع؟ ما احنا شايفين اخس الناس في الدنيا، اخس الناس هم اكثر الناس تنعما في الدنيا، احنا شايفين بعينينا يا جماعه، وشفنا بعينينا الانبياء عليهم السلام اللي هم افضل الخلق، في منهم اللي قتل، وفي منهم اللي خرج من بلده، وفي منهم اللي حارب، وفي منهم اللي كان يمر عليه الشهر والشهرين والثلاثه ما ياكلش حاجه الا الاسودان التمر والماء و و و و فالدنيا دي لما ربنا يعطيك الدنيا المال الغنى الجاه المكانه، ما تظنش ان انت كده خلاص ربنا اصطفاك، لا، ده ربنا بيبتليك وبيعطيك اخس حاجه ممكن يعطيها لعبد من العباد. طيب ايه اعلى حاجه ربنا ممكن يديها للعبد؟ اعلى حاجه ربنا ممكن يديها للعبد الايمان، القران، الرضا، التسليم، دي أعلى حاجة ربنا يعطيها لك، لأنه ربنا لو أعطاك الحاجات دي هتبقى ملك، هتبقى أنت الملك الحقيقي من غير تعب. فإذا الشيخ يقول إنما تحسبون النعمة كلها الدنيا وحطامها والحسب والنسب وعلوه، لا الدين والعلم والحق ومعرفته، وإنما تعظمون ذلك وتتفاخرون به، أما ترون أنكم لا تكادون تقبلون هذا الدين والعلم والحق إلا بمنة على من أتاكم به. يعني الجماعة الأغنياء دول أصحاب الحسب والنسب وغيره، لما حد يجي يقول له تعال نحضر درس، لما حد يجي يقول له حلال وحرام، يحس إن هو كتر خيره، مش كتر خير اللي بيأمره وينهاه، لا، كتر خيره إن هو حضر معاه، كتر خيره انه سابه يتكلم في حضرة سيادته. شوفوا الآية المقلوبة عاملة ازاي، شوفوا الإنسان لما يبقى أعمى البصيرة يبقى الغرور موصله لفين، بينما اللي بيجي يعلمك ده الحق والدين والعلم ده بياخد بإيدك عشان يخرجك من النار. فهي الشيخ يقول لك أما ترون أنكم لا تكادون تقبلون هذا الدين والعلم والحق إلا بمنة على من أتاكم به، يعني كتر خير إن إحنا بنسمعك، وذلك لاستحقاركم ذلك وقلة مبالاتكم به. سبحان الله، الشيخ بيتكلم يا إخواننا كأنه بيتكلم في عصرنا ده، يعني كأنه الآن بيتحدث على عصرنا، وكأنه النفس الإنسانية واحدة، كل واحد ربنا أعطاه شوية من الجاه والمكانة والمال مباشرة تصير يحتقر أهل العلم والدين والحق. سبحان الله، ما تعرفوش ليه يعني. يعني شوفوا الإنسان بيصل به الغرور إلى هذه الدرجة. وإن هؤلاء الضعفاء يقتلون أنفسهم على ذلك، يعني ربنا سبحانه وتعالى أعطى الدين للضعف ليه؟ لأن الواحد منهم مستعد يضحي من أجل هذا الدين بنفسه، مستعد يتعب. طب أنت يا أخينا، لا، مش هتعمل كده، أنت ممكن تساوم على الدين. انت راجل ممكن تكون تاجر
فتعتبر ان الدين ده عباره عن ايه؟ عباره عن لعبه معاك، اداه من ادوات لعبه الشطرنج اللي انت بتلعبها، فتساوم على الدين، يبقى حاجه قصاد حاجه. يبقى اذا لن يحافظ على الدين الا هؤلاء الضعفاء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصانا بالضعفاء وقال لنا تنصرون بضعفائكم، وان هؤلاء الضعفاء يقتلون انفسهم على ذلك. وشوفوا الصحابه رضي الله عنهم، شوفوا الصحابه رضي الله عنهم اول من امن بالنبي صلى الله عليه وسلم ضعفاء الناس. عشان كده يا اخواننا بنقول لكم الاولياء موجودين في الضعفاء، الصالحين موجودين في الضعفاء، الاهل العلم معظمهم لا مش اغنياء ولا اصحاب جاه ولا مكانه، يعني اللي شايلين حضرتك انت يا ايها الغني ويا ايها الملك ويا ايها الوزير، اللي شايلك وبيعلمك وبياكلك وبيشربك وبيعالجك وكل حاجه وهيخرجك من النار للجنه، هم الضعفاء اللي انت حضرتك راكب فوق ظهرهم دول، هم دول الضعفاء اللي كده. لذلك هتلاقوا مثلا المشتغلين بالعلم في كل الامم على مدار التاريخ الضعف، الطبقه الوسطى، أساتذة الجامعات، حتى في عصرنا أساتذة الجامعات معظمهم من الطبقة الوسطى، مش من الناس اللي هم نقدر نقول عليهم أغنياء ولا كذا ولا كذا. المعلمين والمدرسين والمهندسين وأطباء الطبقة الوسطى. فإذا وإن هؤلاء الضعفاء يقتلون أنفسهم على ذلك ويبذلون مهجهم فيه ولا يبالون بما فاتهم ومن عاداهم مع ذلك، لتعلموا أنهم الذين عرفوا قدر هذه النعمة ورسخ في قلوبهم تعظيمها وهان عليهم فوت كل شيء دونها، فطاب لهم احتمال كل شدة دونها، يستغرقون جميع العمر في شكرها، فلذلك استأهلوا هذه المنة الكريمة والنعمة العظيمة في سابق علمنا وخصصناهم بها دونكم، فهذه. إذن الله عز وجل أعطى نعمة الدين لهؤلاء لأنهم هم الذين سيقومون بشكرها. الشيخ الغزالي بقى هنا استخرج من الآية قاعدة لطيفة جدا، هي ما ذكره في بداية الكلام خالص. إيه هي القاعدة دي؟ أن الله عز وجل يعطي النعمة لمن يشكرها. مش هتشكر مش هتاخد النعمة، أو هتاخدها ثم تزول لن تستمر. طيب، ثم أقول وكذلك كل فريق من الناس خصهم الله تعالى بنعمة من نعم الدين من علم أو عمل. ربنا اداك حبة علم، علمك آية، علمك جزء، وفقك تحضر درس علم زي ده أو زي غيره، أو ربنا وفقك تصلي ركعتين أو تحفظ آيتين أو تقرأ صفحتين أو تذكر الله سبحانه وتعالى 100 أو 200، ربنا وفقك الحاجات دي كلها بنعم، كلها بنعم ربنا خصك بيها. قال وكذلك كل فريق من الناس خصهم الله تعالى بنعمة من نعم الدين من علم أعظم، فإنك تجدهم بالحقيقة أعرف الناس بقدرها. يعني اللي ربنا بيوفقه يصلي ركعتين بالليل هتلاقي أكتر واحد عارف فايدتها، اللي هتلاقيه بيذكر الله هتلاقي أكتر واحد عارف فايدة الذكر، الست اللي بترضي ربنا في زوجها عارفة أكتر واحدة عارفة يعني إيه إرضاء الزوج نعمه، الراجل اللي بيحاول يتقي الله في اولاده عارف ان دي نعمه. فلذلك يقول لك ايه، فانك تجدهم بالحقيقه اعرف الناس بقدرها. اللي ربنا بيديهم نعمه وبيقوم بحقها يبقى اكثر واحد عارف قدرها، سواء كانت هذه النعمه في الدين علم او عمل. فانك تجدهم بالحقيقه أعرف الناس بقدرها وأشدهم تعظيما لها وأجدهم في تحصيلها وأعظمهم في إكرامها وأقومهم بشكرها، والذين حرمهم الله ذلك فلقلة احتفالهم وتعظيمهم لحقها بعد القدر السابق. يعني ربنا ادهلهم يمكن لكن ما قاموش بها حق القيام، لم يقوموا بها حق القيام. فلو كان تعظيم العلم والعبادة في قلوب السوقة والعامة مثل ما في قلوب العلماء والمتعبدين لما آثروا سوقهم عليه وهان عليهم تركه،
ألا ترى أن فقيها إذا ظفر بتعليل مسألة كانت ملتبسة عليه كيف يرتاح قلبه ويعظم سروره ويجل موقعها في قلبه؟ حتى ربما لو وجد ألف ألف دينار ما كان يعدل ذلك. يعني شوفوا ربنا موزع الأرزاق إزاي، وموزع المواهب إزاي، موزع المواهب إزاي. أنت حضرتك لما تبقى تاجر هتبص إيه أكتر حاجة تفرح بيها؟ إنك كسبت النهاردة جنيه زيادة، ده التاجر بتاع الدنيا. طب لو أنت واحد بتاع شهوات هتلاقي أكتر حاجة تدخل السرور على قلبك إنك اتعرفت على واحدة مثلا علشان تعمل الحرام أو كذا. طيب تعالى بقى لأهل العلم وأهل العبادة وأهل الذكر، أكتر حاجة تدخل السرور على قلوبهم لو أنت من أهل العلم إنك تبقى حليت مسألة، جاوبت على سؤال ما كنتش عارفه وقعدت تدور عليه في الكتب، ألفت كتاب، خلصت فصل، عملت محاضرة حلوة، تبقى دي إيه؟ ده ما يدخل السرور على قلبك. ربنا وفقك وصليت ركعتين، قريت جزئين، صمت رمضان. شوفوا سبحان الله، الناس فعلا فيما يعشقون مذاهب، فيما يعشقون مذاهب. وتقدر حضرتك من خلال ما تحبه تعرف مصيرك، سهلة، مش راجم بالغيب ولا هنضرب ودع، مش هنضرب ودع، لكن أهو من خلال ما تحبه من الأشخاص والأعمال تقدر تعرف مصيرك من دلوقتي. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك يحشر المرء مع من أحب، شوف أنت بتحب مين، مين قدواتك، مين الناس اللي أنت شايفهم كمثل أعلى، من الناس اللي انت شايفهم انك لازم تبقى زيهم. فانت لو شايف ناس من اهل الظلمة والمعاصي والعياذ بالله دولت مثلك الاعلى، يبقى مشكلة، مصيبة كبيرة، مصيبة كبيرة، لازم تتدارك نفسك. شايف مثلك الاعلى الطيبين الصالحين العلماء العاملين الانبياء المرسلين الصحابة التابعين المتواضعين، يبقى أنت هنيئا لك، يحشر المرء مع من أحب. شايف حضرتك نفسك بتحب جلسات الذكر والعلم والعبادة ونفسك بترتاح وتسكن، هنيئا لك. شايف الأمور دي صعبة عليك وتقيلة على قلبك وبتهرب منها وتتعتذر بالمعاذير، يبقى في مشكلة لازم نعالجها، وهكذا وهكذا. يبقى إذن إيه الشيخنا بيقول لك؟ انظر للعالم كيف يرتاح قلبه ويعظم سروره ويجل موقعه في قلبه لما يحل مسألة، حتى ربما لو وجد ألف ألف دينار ما كان يعدل ذلك. وربما يهمه أمر مسألة في باب الدين فيتفكر فيها سنة بل عشرا بل 20 وأكثر. نعم، إحنا شفنا بعض العلماء، يعني ابن قتيبة مثلا هو كتب ذلك، قال لك في حديث الأحرف السبعة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنزل هذا القرآن على سنة، قال لك تفكرت في هذه المسألة 35 سنة حتى هداني الله عز وجل لرأي فيها. شوفوا ازاي. عشان كده أنا بقول دايما لحضراتكم، شوف ايه اللي بيشغلك تعرف قيمتك. عايز تعرف قيمتك عند نفسك وعند الله، شوف ما الذي يشغلك، ايه دماغك شغالة في ايه. دماغك شغالة في مصلحة الأمة، في أوضاع الناس، في مساعدة الناس، في تعليم الناس، في جبر خواطر الناس، في إراحة الناس، في إنك ترتقي بنفسك، في إنك تتعلم، في إنك تبعد عن مجالس الغيبة والنميمة، يبقى أنت قدرك عظيم. طيب قدرك بقى هو ماتشات الكورة، الموضة، التلفزيونات، المسلسلات، الأفلام، الكلام الفارغ، مجالس الغيبة والنميمة، يبقى ده قدرك. همك ما أهمك. يبقى إذن يقول ما كان يعدم ذلك ربما يهمه أمر مسألة في باب الدين فيتفكر فيها سنة بل 10 بل 20 وأكثر. وإحنا رأينا ذلك. وهتلاقي حضرتك بعض العلماء بينص في كتبه على أنه ظل يتفكر في هذه المسألة سنين طويلة لا يستكثر ذلك ولا يمل منه. زي بالضبط كده ما أصحاب الشهوات والتجارات والأموال
الواحد منهم يفضل كده يسعى لحد ما يوصل لهدفه بالعشرين والثلاثين سنة، كذلك أهل العلم وأهل العبادة وأهل الذكر نفس الشيء نفس الشيء نفس الشغف، لكن شوف ده طريقه إزاي وده طريقه إزاي. وسبحان موزع الأرزاق، حتى ربما يرزقه الله تعالى فهم ذلك فيعده أعظم منه وأكبر نعمة، ويرى نفسه بذلك أغنى كل غني وأشرف كل شريف، بل ربما يتبين مثل هذه المسألة لسوقي أو متعلم كسلان يرى من نفسه أنه مثله في الرغبة في العلم والمحبة له، فلا يستمع إليه حقه، وربما إن طال عليه الكلام يمل وينام، وإن تبين ذلك له فلا يعده كبير أمر. يعني يبقى العالم الذي يعرف قيمة المعلومة فرحان بيها، والإنسان العامي العادي لما تجيب له كده الحاجة العظيمة اللي انت تعبت فيها عشان تفهمها له وتبسطها له يبقى مش عارف قيمتها. عشان كده العلماء قديما يا اخوانا كانوا لا يعطون العلم لأي أحد، يعني ما كانش كده يقعد كده قدام العلماء كده أي حد معدي في الشارع كده يلاقي جامع مجلس يروح جاي قاعد فيه، مفيش كده مفيش كده. العلم ده كان عزيز، كان لا يعطى إلا بشروط، مش أي حد معدي يروح داخل، مش أي حد ما وراهوش حاجة يعملها أو النهاردة زهقان يروح داخل، مش أي حد والله حاسس باكتئاب يروح داخل. احنا هنيجي مستشفى مجانين هي ولا إيه؟ لا، العلم ده يعطى بشروط لمن يقدره قدره، علشان يبقى عارف ما عنده من أمور عزيزة. فحضرتك تبقى عمال المسائل العلماء تعبانين فيها وكذا وكذا، وبعدين يجي صاحبنا لما تقول المعلومة ولا كأنه سمع حاجة، وممكن ينام منك وهو أصلا بيسمعك. وعشان حضراتكم تعرفوا مسألة إن العالم ممكن يتعب في المسألة الواحدة واحنا نيجي ناخدها على الجاهز كده، اقروا حضراتكم في سير العلماء. الإمام الشافعي مثلا كان يعرف أن الإجماع في دين الله حجة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلال، لكنه كان الإمام الشافعي كان مؤمن بمسألة مهمة قوي نص عليها في كتاب الرسالة، وهي أن كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. يعني ما من حديث قاله النبي إلا وهو شرح لآية قرآنية. طيب انت بقى كواحد مسلم او عالم علشان تجد اصل الحديث في القرآن دي محتاجة تفكر وتدبر، عشان تلاقي كده الخيط الرفيع اللي بيربط بين كل حديث، الحديث ده بيرجع للآية الفلانية، دي محتاجة تفكر وتدبر حتى تدرك دقائق فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام الشافعي عشان يستخرج أصل الإجماع من القرآن يقرأ القرآن 30 مرة، يقرأ القرآن 30 ختمة. ليه؟ بيدور على أصل الإجماع في كتاب الله سبحانه وتعالى حتى يهديه الله عز وجل لقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يقول لك إذن إذا كان اتباع غير سبيل المؤمنين موجب لهذا، فإذن اتباع سبيل المؤمنين واجب الاتباع، إذا اتباع سبيل المؤمنين مرغب فيه، وغيرها من الأدلة التي استخرجها رحمه الله. تيجي حضرتك بكل بساطة كده يتقال لك أدلة الإجماع في نص في ربع ساعة واحنا بنشرح في أصول الفقه، أدلة الإجماع يا جماعة كذا كذا، وحضرتك تفكر إن المعلومة دي يا سلام دي سهلة أوي كده ليه، وأنت ما تعرفش قد إيه العلماء تعبوا في هذه المسائل. لذلك إحنا بنتضايق جدا وبنزعل جدا وبنغضب جدا لما نلاقي حبة عيال لا يقدرون العلماء قدرها، ينطفوهم كده بكل بساطة، يجوا كده هو يقول لك فقه الدليل وسيبك من فقه الأئمة، أو يطعن في الأئمة أو يسفه من آراء الأئمة، بنزعل جدا جدا جدا، لانه ما الواحد فيهم ما يجيش شعره في اي واحد فيهم، ولا بذل لدين الله ربع ما بذله هراء، ولا تمن ولا عشر ولا خمس ولا سدس ولا اي حاجه خالص، ومع ذلك تجد التطاول. فلذلك احنا بنقول لحضراتكم انه العالم يفرح
بهذه النعمة، نعمة العلم، لذلك يعطيه الله العلم. عايز تعرف انت هتبقى متعلم ولا لا، وربنا كتب لك، شوف انت بتفرح بالعلم ولا لا، شوف كده بتفرح لما تفهم معلومة ولا لا، شوف انت بتفرح بإيه وربنا هيديهولك، اعرف ان ده اللي انت هتمشي فيه بعد كده. قال: وكذلك المنيب الى الله تعالى كم يجتهد ويدأب بالرياضة وصيانة النفس عن الشهوات واللذات والجام الأركان في الحركات والسكنات، عسى أن يتمم الله تعالى له ركعتين في آداب وطهارة، وكم يتضرع إلى الله تعالى عسى أن يرزقه ساعة مناجاة بصفوة وحلاوة، فأن ظفر بذلك في شهر مرة، بل في سنة مرة، بل في العمر كله مرة، عد ذلك أكبر منة وأعظم نعمة. فكم يسر وكم يشكو الله تعالى ولا يكترث بما قاساه من المشقات، وكابد من الليالي وهجر من اللذات. يعني العباد الزهاد الواحد فيهم بيبقى أمله إنه يصلي ركعتين يجد حلاوتهم في قلبه، ويقعد يجرب مرة واثنين وثلاثة ويدعو الله إن ربنا يرزقه ركعتين دول وكذا وكذا. فهو لما يحصل له النعمة دي يبقى مقدرها قدرها. ثم ترى الذي يزعم أنه راغب في العبادة يحب أن يحصل منها شيئا لو احتاج أحدهم في تحصيل مثل هذه العبادة الصافية إلى نقصان لقمة من عشائهم أو ترك كلمة لا تعنيهم. يعني لما نيجي نقول لكم يا جماعة عايزين تجدوا حلاوة العبادة ولذة العبادة، سيبكم من كتر الكلام، شوية إشي فيسبوك شوية وكلاب هاوس شوية، وكله هري كله هري علشان نملأ الدنيا كلام في الفارغ. لما نيجي نقول لكم يا جماعة نقلل من الطعام شوية، يا جماعة نقلل من الكلام، يا جماعة نقلل من كذا، تلاقي الناس مش عايزة، وبعدين في الآخر الناس نفسهم يجوا يشتكوا لك: يا شيخ مش شاعرين بحلاوة العبادة، يا شيخ مش فاهمين الدين بيعمل كده ليه، ونبدأ ندخل في شبهات. حبيبي ما انت اللي عملته في نفسك، انت اللي عملته في نفسك. أو ترك كلمة لا تعنيهم أو دفع نوم ساعة عن أعين فلا تسمح أنفسهم بذلك ولا تطيب قلوبهم. مش عايزين، يعني هم عايزين الحاجة تجيلهم من غير ما يتعبوا، ويتفق يعني عايزين يعملوا كل اللي شهواتهم عايزاه، كل اللي قلوبهم بتطلبه، وبعدين في الآخر يشتكي. وإن اتفق لهم في النادي لحصول عبادة في صفوة فلا يعد له خطير أمر. يعني ممكن يبقى هو مش الموضوع مش في دماغه أصلاً، وبعدين ربنا يفتح عليه مرة كده ويبكي في صلاته، ولا يحس يعني بنعمة ربنا عليه وهو واقف يصلي وربنا يقبل منه ركعتين دولت، فيحس ان حاجة عادية، يعني يبقاش برضو مقدر هذه النعمة قدرها. فلا يعدونه خطير أمر ولا يقدمون فيه كثير شكر، إنما يعظم سرورهم ويكثر بالظاهر حمدهم إذا حصل لهم درهم، أو استقامت لهم كثرة، أو طابت لهم مرقة، أو طالت لهم في سلامة البدن رقدة، فيقولون عند ذلك الحمد لله. يعني هتبص تلاقي دول بيحمدوا الله على إيه الجماعة دول؟ لما ياكل أكلة حلوة، ينام نومة حلوة، يخرج خروجة حلوة، يقول لك يا سلام الحمد لله إحنا في نعم. طيب لما يصلي الصلاة في وقتها ما يقولش الحمد لله بنفسي كده الإحساس الحلو ده. طب لما ربنا يوفقه ويتصدق بصدقة، لما يشعر كده بحلاوة آية، لأ المعايير مختلة يا جماعة، المعايير مختلة، معاييرنا مختلة، صرنا نفرح بما لا يفرح به، وصرنا لا نشعر بما ينبغي أن نشعر به. فيقولون عند ذلك الحمد لله هذا من فضل الله، فأنى يساوى هؤلاء الغافلون العاجزون مع أولئك السعداء المجدين المجتهدين. ولذلك صار هؤلاء المساكين عن هذا الخير محرومين، وأولئك المؤيدون به ظافرين فائزين. وكذلك قسم الأمر أحكم الحاكمين سبحانه وهو أعلم العالمين، فهذا تفصيل قوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين. شوفوا سيدنا الشيخ في كم كلمة وفي كم سطر شرح قوله تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين. ممكن أن يشرح هذا الأربع كلمات دول يمكن نشرحه في مجلدات إذا أردتم، ونعمة ربنا سبحانه وتعالى واسع على عباده. قال: فتفهم وراعه حقه، وعلم أنك لم تحرم قط خيرا أنت تتمناه إلا من قبل نفسك،
يعني مفيش حاجة أنت حرمتها من خير تتمناه إلا لأنه في حاجة عندك أنت في نفسك منعت من ذلك. فابذل مجهودك لتعرف قدر نعمة الله تعالى عليك وتعظمها حق تعظيمها فتكون أهلا لها ولإعطائها، ثم يمن عليك بإبقائها كما من عليك بابتدائها على ما نذكره في الأصل الثاني، إنه هو الرؤوف الرحيم. إذن خلاصة هذا الأصل أن النعمة تعطى لمن يشكرها، ولا تستديم النعمة إلا لمن يشكرها. فعايز ربنا سبحانه وتعالى يديم عليك النعم، يبقى عليك أن تشكر هذه النعم. طيب الأصل الثاني طبعا هو قال لك فتفكر فيه بقى، يعني عايز حضراتكم كده بعد الحلقة النهاردة ناخد الأصل ده كده ونقعد نفكر فيه طول الأسبوع، ونشوف كده مقدار النعم اللي عندنا، ونشوف هل نحن شاكرين لهذه النعم أو لا. الأصل الثاني أن النعمة إنما تسلب ممن لا يعرف قدرها، والذي لا يعرف قدرها الكفور الذي كفرها ولا يؤدي شكرها. يبقى ده الوجه الآخر، هذا هو الوجه الآخر لإيه؟ للعملة. يبقى إذا كان النعمة لا يأخذها إلا من شكرها فتلقائيا تسلب ممن لا يعرف قدرها. ودليل ذلك قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها الآية. إذن هذه الآية تتحدث عن رجل آتاه الله سبحانه وتعالى العلم، علم الكتاب، فانسلخ، لم يعرف قدر ما أعطاه الله من نعمة، فغوى وانحدر لأنه لم يقدر قدر هذه النعمة. قال تقدير الكلام أن أنعمنا على هذا العبد بالنعم العظام والأيادي الجسام في باب الدين بما مكناه بذلك من تحصيل الرتبة الكبيرة والمنزلة الرفيعة على بابنا، فيصير رفيعا عندنا عظيم القدر كبير الجاه، ولكنه جهل قدر نعمتنا فمال إلى الدنيا الخسيسة الحقيرة وآثر شهوة نفسه الدنيئة الرديئة، ولم يعلم أن الدنيا كلها لا تزن عند الله أدنى نعمة من نعم الدين ولا تساوي عنده جناح بعوضة، فكان في ذلك منزلة الكلب الذي لا يعرف الإكرام والراحة من الإهانة والمشقة والرفعة والشرف من الحقارة والخسة، فهو في الحالتين يلهث. الكلب عزكم الله دايما تلاقوه بيلهث، سواء شارب مية أو مش شارب مية، هو ربنا خلقه كده دايما لسانه مدلدل، بغض النظر عن السبب البيولوجي لهذا، لكن هذا حال الكلب، سواء أكل أو لم يأكل، شارب أو لم يشرب، فهو صاحب الشهوات كده. حتى لو ربنا أعطاه ذوق، مثلا نفترض إن في واحد مثلا شهوته في المال مثلا، طيب حتى لو ربنا أغناه هيطلب مزيد من المال. طيب واحد شهوته في النساء، حتى لو ربنا أعطاه زوجة طيبة وكويسة يبقى عايز يروح للحرام برضه. فهو إيه؟ كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، فهو في الحالتين يلهث. وإنما الكرامة كلها عنده في كسرة يطعمها أو عراق مائدة يرمى إليه. عراق المائدة اللي هو الإيه؟ حتة عظمة، سواء تقعده على سرير معك أو تقيمه في التراب والقذر بين ذلك، فهمته وكرامته ونعمته كلها في ذلك. فهذا العبد السوء جهل قدر نعمتنا ولم يعرف حق ما آتيناه من كرامتنا، فكلت بصيرته وساء في مقام القربة أدبه بالالتفات إلى غيرنا والاشتغال عن ذكر نعمتنا بدنيا حقيرة ولذة خسيسة، فنظرنا إليه نظر السياسة وأحضرناه ميدان العدل وأمرنا فيه بحكم الجبروت. طيب إذن ربنا سبحانه وتعالى لما رأى في هذا العبد أنه لا يقدر هذه النعمة، ربنا أنزل رتبته ووضعه بعد أن كان يرفعه سبحانه وتعالى. قال فسلبناه جميع خلعنا وكرامتنا ونزعنا من قلبه معرفتنا، فانسلخ عاريا عن جميع ما آتيناه من فضلنا، فصار كلبا طريدا وشيطانا رجيما مريدا. وعندكم يا أخوانا الشيطان ما هو مثال، الشيطان ما هو مثال، الشيطان ما هو كان
عابد يعيش مع الملائكة، ثم طرده الله سبحانه وتعالى لما لم يقدر هذه النعمة. عشان كده دايما بنقول لحضراتكم محدش فينا واخد عهد على ربنا بأي حاجة. لذلك كان الصالحين والأنبياء أكثر الناس خوفا من الله سبحانه وتعالى. فإحنا الواحد فينا إذا ربنا أعطاه نعمة يحافظ عليها. وشيطانا رجيما مريدا نعوذ بالله ثم نعوذ بالله من سخطه وأليم عقابه، إنه بنا رؤوف رحيم. قال: ثم اقلع بمثال ملك يكرم عبدا له فيخلع عليه خاصة ثيابه. الشيخ هنا بقى بعد ما قال لنا إن النعم بتسلب ممن لا يشكر هذه النعم، وأعطانا مثال بهذا الرجل عابد بني إسرائيل، برصيص العابد هذا الذي جرى وراء شهواته وترك مقتضى علمه. فبهدينا هنا الشيخ يقول لك يعني مثال آخر يقرب المسألة، فيقول: ثم اقنع بمثال ملك يكرم عبدا له. ملك عظيم عنده واحد خدام، الملك عمال يكرم هذا العبد، فيخلع عليه خاصة ثيابه، يلبسه زي ما بيلبس، ويقربه منه ويجعله فوق سائر خدامه وحجابه، يعني خادم صغير حارس على باب القصر يقول له انت تدخل عليه في اي وقت، وبعدين يلبسه لبسه زي الملك، يأكله معاه، يشربه معاه، يقعده معاه. طيب ده مثال. وأمره بملازمة بابه، ثم أمر أن تبنى له في موضع آخر القصوف، وتوضع له الأسرة، وتنصب له الموائد، وتزين له الجواري، وتقام له الغلمان. يعني الملك ما اكتفاش بكده بس، قال له ده أنا هبني لك قصر كبير، هذا القصر في من كل ما لذ وطاب، حتى إذا رجع من الخدمة أجلس هنالك ملكا مخدوما مكرما. يعني أنت في وقت عملك مع الملك انت من اقرب المقربين اليه، رجعت من وقت الدوام بتاعك من خدمه الملك صرت انت كانك ملك صغير في بيتك، عندك الخدم والحشم وكل حاجه. اجلس هنالك ملكا مخدوما مكرما، وما بين حال خدمته الى ملكه وولايته الا ساعه من نهار او اقل. فان ابصر هذا العبد بجانب باب الملك سائسا للدواب ياكل رغيفا، أو كلبا يمضغ عظما، فيشتغل عن خدمة الملك بنظره إليه وإقباله عليه، ولا يلتفت إلى ما له من الخلع والكرامة، فيسعى إلى ذلك السائس ويمد يده ويسأله كسرة من رغيفه، أو يزاحم الكلب على عظمه ويغبطها ويعظم ما هما فيه، أليس الملك إذا نظر إليه على مثل هذه الحالة يقول هذا سفيه؟ يعني رغم أنه هذا الحارس الخادم ده عنده كل هذا، يقول لك تخيل كده معايا إنه هذا الخادم إذا رأى واحد قاعد بيشحت قدام باب القصر، بعد ما كل العام دوت رأى الشحات دوت، فحسدوا على ما معه من فلوس، فلوس الشحاتة، أو لأب ياكل حاجة كسرة خبز بسيطة قال له اديني لقمة من معاك. شوفوا إزاي همته خسيسة نزلت تحت إزاي. فبيقول لك الملك إذا عرف إن هو كده يتعجب من امر ده، سفيه ده احمق، واحد عنده قصر عنده كذا، وبعدين في مملكتي هو يدخل علي وقت ما يريد، يلبس معي ياكل معي، وبعدين عايز يروح ياكل مع هذا الشخص. هذا سفيه خسيس الهمه، لم يعرف حق كرامتنا ولم ير قدر اعزازنا اياه بخلعنا. يعني انت اذا اكرمك الملك لا تنظر لاكرام من دونه والتقريب إلى حضرتنا مع ما صرفنا إليه من عنايتنا وأمرنا له من الذخائر وضروب الأيادي. ما هذا إلا ساقط الهمة عظيم الجهل قليل التمييز، أسلبوه الخلع وطردوه عن بابنا. ده الحال الملك عارف أنه منصرف عن خدمة الملك ومؤهمل في شغله مع الملك. ليه؟ لأنه رايح يأكل كسرة خبز مع واحد شحات، طمعان في كسرة الخبز اللي عند الشحات. فالملك يقول له ايه؟ يقول لك ده احمق، ما يستحقش خدمتي، ما يستحقش يكون معايا. شوف بقى هنا الشيخ بيقول لك ايه: فهذا حال العالم اذا مال الى الدنيا، والعابد اذا اتبع الهوى. يبقى العالم اذا مال الى الدنيا يبقى نزل من فوق جبل شاهق لحاجه قذره جدا،
العابد إذا اتبع الهوى يبقى نزل أيضا من فوق السماء لحد حاجة في غاية القذارة. فبعدما أكرمه الله تعالى بعبادته ومعرفة آياته وشريعته وأحكامه، ثم إنه لم يعرف قدر ذلك فيصير إلى أحقر شيء عند الله عز وجل وأهونه عنده، فيرغب فيه ويحرص عليه، ويكون أعظم في قلبه وأحب إليه من جميع ما أعطي من تلك النعم العزيزة من العلم والعبادة والحكم والحقائق. وكذلك من خصه الله تعالى بأنواع توفيقه وعصمته، وزينه بأنوار خدمته وعبادته، ويديم النظر إليه بالرحمة في أكثر أوقاته، ويباهي به ملائكته، وأعطاه على بابه القيادة والوجاهة، وأحله محل الشفاعة، وأنزله منزلة الأعزة، حتى صار بحيث لو دعاه لأجابه ولباه، ولو سأله لأعطاه وأغناه، ولو شفع في عالم لشفعه فيهم وأرضاه، ولو أقسم عليه لأبره وأوفاه، ولو خطر بباله شيء لأعطاه قبل أن يسأله بلسانه. ممكن الواحد يوصل مع ربنا لمرحلة كده، إنه اللي يخطر على بالك ربنا يعمله لك، اللي يخطر على بالك يحصل لك. فتيجي بقى حضرتك بعد ما توصل لهذه المراحل تبص تلاقي نفسك رجعت لورا تاني. لأعطاه قبل أن يسأله بلسانه، فمن كانت هذه حاله ثم لم يعرف قدر هذا المنعم، ولم ينظر إلى قدر هذه النعمة، فيعدل عن ذلك إلى شهوة نفس رديئة لا حياء لها. تيجي حضرتك بعد ما ربنا من عليك بأن ربنا رزقك بالقرآن والعلم والتعليم وحلاوة العبادة، وظبط شوية على الصلاة، وعرفت قدر النعمة اللي انت فيها، حضرتك عايز ترجع لورا تاني، يبقى هتسلب منك هذه النعم. أو لعقبة من الدنيا الدنيئة التي لا بقاء لها، ولم ينظر إلى تلك الكرامات والخلع والهدايا والمنن والعطايا، ثم ما وعد وأعد له في الآخرة من الثواب العظيم والنعيم المقيم، فما أحقرها إذا من نفس، وما أسوأه من عبد، وما أعظم خطره لو علم، وما أفحش صنيعه لو فهم. يبقى إذا اللي يعمل كده في نفسه فهو إيه؟ إنسان على خطر عظيم، وفعله يعني فعل فاحش، فعل سيء في غاية السوء. نسأل الله البر الرحيم أن يصلحنا بعظيم فضله وسعة رحمته، إنه أرحم الراحمين. يبقى إذا الشيخ هنا عايز يقول إن كلنا منعم عليه بنعم مختلفة، فأنت ما تتركش هذه النعم التي أعطاك الله عز وجل، ولا تشكر هذه النعم فتسلب منك هذه النعم. إذا الشيخ هنا هيلخص ما قاله فيقول: فعليك أيها الرجل ببذل المجهود حتى تعرف قدر نعم الله تعالى عليك، فإذا أنعم عليك بنعمة الدين فإياك أن تلتفت إلى الدنيا وحطامها. ربنا أعطاك الدين، حفظك حبة قرآن، بقيت تواظب على الصلاة، بقيت الحمد لله محجبة الحجاب اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى، ربنا عرفك قيمة قيام الليل بقيت تصلي ركعتين، ربنا عرفك قيمة إنك تخدم الناس وبقيت تخدم الناس، أي حاجة ربنا اداها لك في الدين نعمة نعمة. طيب بعد ما ربنا يديك النعمة دي ما ترجعش لورا، فإياك أن تلتفت إلى الدنيا وحطامها، فإن ذلك لا يكون منك إلا بضرب من التهاون بما أولاك ربك من نعم الدين. يبقى إمتى الواحد فينا يرتد للورا؟ لما يتهاون في النعم، لما ما يهتمش بالنعم. أما تسمع قوله تعالى لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. الآية تقديره أن كل من أوتي القرآن العظيم حق له ألا ينظر إلى الدنيا الحقيرة نظرة باستحلاء واستحسان قط. وكلنا الحمد لله ربنا أعطانا القرآن، كلنا ربنا أعطانا القرآن، يعني ما تقوليش والله ده اللي ربنا أعطاه القرآن هنا هو حافظ القرآن بس، لا يا حبيبي، كل مسلم أعطاه الله القرآن. فاللي أعطاه القرآن لا ينبغي إنه
يعني ايه ينبهر كده بالدنيا بما ينبهر به الناس. لا، المسلم يا اخوان الذي اعطاه القران، الله القران، لا ينبهر الا بالجنه، ما عندوش عقده نقص. لما يشوف ناس لابسه احسن منه، او ساكنه في حته احسن منه، او بتركب عربيات احسن منه، وعمال يلهث علشان يعمل زيهم من غير ما يبقى شايف طاعه ولا معصيه، المهم ان هو يعمل زي الناس وخلاص. لا، المسلم مش كده. اللي بيعمل كده مسخ مسلم، ليس مسلم، ليس هو المسلم الذي يؤمن بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله. ده واحد ما قراش القران. اللي بيعمل كده ما قراش القران. المسلم الذي معه القران الدنيا بالنسبه له ولا تساوي شيء، ولا تساوي شيء، واهل الدنيا بالنسبه له ولا يساوي شيء. بيقول لك الا فالا أن كل من أوتي القرآن العظيم حق له ألا ينظر إلى الدنيا الحقيرة نظرة باستحلاء واستحسان قط، فضلا أن يكون له فيها رغبة، وليلزم الشكر لله على ذلك، فإنها الكرامة التي حرص خليله إبراهيم صلوات الله على نبينا وعليه أن يمن بها على أبيه فلم يفعل، وحرص حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يمن بها على عمه أبي طالب فلم يفعل. يبقى سيدنا إبراهيم طلب من الله أن يجعل أبوه الكافر هذا من الشاكرين فلم يفعل. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طلب أيضا لعمه أبو طالب فلم يفعل. يبقى إذن لما ربنا سبحانه وتعالى يعطيك نعمة وتحافظ على النعمة وتشكر الله على هذه النعمة، اعرف أن دي حاجة عزيزة ومش مضمونة وممكن تتاخد منك في أي وقت. يبقى إذا ربنا أعطاك شيء من الدين يا أخوانا، فهمك مسألة، حفظك حاجة، فهمك معلومة، عرفك تفسير آية، عرفك معنى حديث، دي نعمة ما تظنش إن هي مضمونة. لا، في ناس والله يا أخوانا بتقرأ القرآن في بينهم وبين القرآن طبقات لا يستطيع أن يفهم شيء، وفي ناس لما بتقرأ القرآن بتنفر منه، وفي ناس بتزهق لما تقرأ القرآن، وفي ناس ما بتحبش تسمع القرآن، وفي ناس بتحقر من يقرأ القرآن وتستهزئ من يقرأ القرآن. ده طبقات ودرجات كتير. فأنت لما ربنا يمن عليك إنك إيه بدأت تحب القرآن، بدأت شوية عايز تحفظ القرآن، أو حفظت جزء أو جزئين من القرآن، أو حفظت نص القرآن، دي نعمة لا تظن إنها مضمونة. في غيرك بنفسه يشم نص هذه النعمة. فدي بالنسبة لنعم الإيه؟ نعم الدين، وهي كثيرة. القرآن ده مثال، القرآن ده مثال، نعم الدين كثيرة جدا. إن ربنا يخليك مطيع لوالديك دي نعمة، ربنا محببك في الرزق الحلال إنك ما بتحبش الحرام دي نعمة، ربنا محببك في الصلاة بتصلي الصلاة في موعدها دي نعمة. يبقى أي نعمة من نعم الدين ربنا مديها لك، ربنا محببك في حجابك دي نعمة، ربنا محببك في خدمة زوجك وما بتسمعيش كلام الساقطات الفاشلات اللي عايزين يخربوا بيوت المسلمين، دي نعمة. كل دي نعم، كل دي نعم احنا مش حاسين بيها، ممكن تؤخذ منا في اي وقت. واما حطام الدنيا فانه يصبه على كل كافر وفرعون. شوفوا يا اخواننا مين معاه الدنيا في العصر اللي احنا فيه وفي كل عصر، مين اكثر الناس استمتاعا بالدنيا؟ مين يا اخواننا اكثر الناس بيسافروا وبيروحوا وبييجوا وبيستمتعوا وكل الشهوات وما يتمنونه موجود؟ مين؟ مين؟ معظمهم ناس ما يعرفوش ربنا سبحانه وتعالى. فربنا بيعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب كما ورد في بعض الآثار، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، لأن الدين سعادة الدنيا والآخرة. الدنيا سعادة مؤقتة زائلة، هتستمتع بالشهوات دلوقتي، هتشرب خمرة وتزني وتعمل و و و و وبعد كده صحتك هتروح. يبقى نفسك تعمل الحاجات دي ومش قادر، يبقى بتتعذب في الدنيا ده غير عذاب الآخرة. قال وأما حطام الدنيا فإنه يصبه على كل كافر وفرعون وملحد وزنديق وجاهل وفاسق الذين هم أهون خلقه عليه. ما هو ليه دول أهون خلق الله على الله؟ ليه دول أحقر ناس عند الله؟ لأن هم لو أعزاء عند الله كان عصمهم،
كان عصمهم. عشان كده بعض الصالحين قال في أهل المعاصي: هانوا عليه، هانوا على الله، ولو عزوا عليه لعصمهم. يعني لو كان ليهم عند الله أي قدر كان كرههم في المعصية، ما كانش يسهل لهم طريق المعصية. الذين هم أهون خلقه عليه حتى يغرقوا فيه، ويصرفه عن كل نبي وصفي وصديق وعالم وعابد. الذين هم أعز خلقه عليه حتى إنهم لا يكادون يصيبون كسرة وخرقة، ويمن عليهم بألا يلطخهم بقدرها. يعني شوف الدنيا اللي الناس كلها تسعى وراها، شوف الصالحين بينظروا لها ازاي، ان الدنيا قدر، المال قدارة، الأراضي وأطيان قدارة، السيارات والقصور قدارة. ليه قدارة؟ لأنها تشغلك عن الله سبحانه وتعالى، لا بد تشغل عن الله، لا بد تشغل عن الله. حتى قال عز من قائل لموسى وهارون عليهما السلام: ولو أشاء أن أزينكما بزينة يعلم فرعون، حين يراها أن مقدرته تعجز عنها لفعلت، ولكني أزوي عنكما الدنيا وأرغب بكما عنها، وكذلك أفعل بأوليائي، وإني لأذودهم عن نعيمها كما يذود الراعي الشفيق إبله عن مبارك العرة. يعني ربنا بيبعد الدنيا عن أوليائه، اللي ربنا يحبه يعيشه فقير ويموته فقير. والفقر هنا مش معناه إن الواحد يبقى خلاص يعني إيه عمال يعني إيه، لا، ممكن ربنا يعطيك وهو يحبك، نعم، بشرط إنك تقوم بحق ما يعطيك الله سبحانه وتعالى. وإني لأجنبهم سلوتها وعيشها، وليس ذلك لهوانهم علي. يعني ما تقولش لو كان الناس دول ربنا بيحبهم كان أعطاهم، أنت مسكين ما تعرفش حاجة. اللي بيقول كده مسكين ما يعرفش حاجة، ما يعرفش إن ربنا أعطى لهؤلاء أخس شيء. وليس ذلك لهوانهم علي، ولكن ليستكملوا حظهم من كرامتي. يعني عشان ربنا سبحانه وتعالى يعطيهم في الآخرة أجرهم كاملا غير منقوص، حتى يعطيهم الله عز وجل في الآخرة أجرهم كاملا غير منقوص. طيب، ثم قال، وقال تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. الآيات، شوف هنا ربنا يقول إيه: فانظر الفرق بين الأمرين إن كنت مبصرا، وقل الحمد لله الذي من علينا بمنن أوليائه وأصفيائه، وصرف عنا فتنة أعدائه، لنحظى ونخص بالشكر الأوفر والحمد الأكبر والمنة الكبرى والنعمة العظمى التي هي الإسلام، فإنها الأولى والأحرى بألا تفتر ليلك ونهارك عن شكرها. فإن كنت عاجزا عن عرفان قدرها، فاعلم بالحقيقة أنك لو خلقت من أول الدنيا وأخذت في شكر الإسلام من أول الوقت إلى الأبد لما كنت تقوم بذلك، ولما قضيت بعض الحق لما هنالك من الفوز العظيم. يعني لو أنت قدر لك أنك تكون أول واحد مخلوق في الدنيا وفضلت لحد يوم القيامة، وربنا من عليك بنعمة واحدة هي نعمة الإسلام، لما قضيت الحق أو بعض الحق في هذه لشكر هذه النعمة. قلت: وأعلم أن الموضع لا يحتمل ذكر ما يبلغه علمي من قدر هذه النعمة، ولو أمليت فيه 1000 ورقة لكان مبلغ علمي فوق ذلك، مع اعترافي بأن ما أعلمه في جنب ما لا أعلمه كنفة في بحار الدنيا بأسرها. أما تسمع ويحك قوله تعالى لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان؟ يعني يا أخوانا إحنا بنحقق نعمة الإيمان ليه؟ مش عارف يعني إحنا ليه بنحقق نعمة إن إحنا مسلمين؟ ليه بنحقق نعمة إن إحنا مؤمنين؟ وربنا سبحانه وتعالى بيمن على نبيه صلى الله عليه وسلم هنا بكده: وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، إلى أن قال: وعلمك ما لم تكن تعلم، ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وقال تعالى لقوم: بل الله يمن عليكم
أن هداكم للإيمان. يعني يكون حضرتك قاعد في درس زي ده دلوقتي، تسمع درس زي ده، ربنا محبب ليك إنك تسمع هذا الكلام، دي نعمة، نعمة كبيرة خالص، أنت ربما لا تدرك قدرها الآن. أما تسمع قوله صلى الله عليه وسلم وقد سمع رجلا يقول الحمد لله على الإسلام، فقال إنك لتحمد الله على نعمة عظيمة. ولما قدم البشير على يعقوب عليه الصلاة والسلام قال على أي دين تركته؟ قال على الإسلام. قال الآن تمت النعمة. يعني شوفوا بقى هنا الأب لما يكون أب صالح، ما يهموش ابني بياكل ولا بيشرب، نايم ولا صاحي، اتجوز ولا ما اتجوزش، لا، كل ده كلام فارغ، كل ده كلام، كل اللي احنا مهتمين بيه مع اولادنا ده يجي في المرتبه العاشره، يجي في المرتبه العاشره. الواد صالح ولا مش صالح، على الاسلام ولا مش على الاسلام، بيصلي ولا بيصليش، ده رقم واحد عندي، ده رقم واحد. شوف سيدنا يعقوب اول حاجه يسال عليها، على اي دين تركته؟ قال على الاسلام. قال الان تمت النعمه. بعد كده بقى نسأل على صحته، نسأل بقى اتجوز ولا ما اتجوزش، نسأل هو شغال ايه هناك، نسأل اي حاجة تانية بعد كده. وقيل ما من كلمة أحب إلى الله تعالى ولا أبلغ عنده في الشكر من أن يقول العبد الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا إلى الإسلام. لذلك شوفوا سيدنا النبي بيعلمنا في أذكار الصباح والمساء، ها اللي بيقول من حرككم الأذكار ومواظب عليها يعرف كده كويس. كل يوم الصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. كل يوم عشان تذكر نفسك بالنعم العظيمة دي، إنك مسلم موحد بالله، عرفت شخص اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نعمة عظيمة جدا. وإياك أن تغفر الشكر وتغتر بما أنت عليه في الحال، ما تقولش ما دي حاجة عادية، من الإسلام والمعرفة والتوفيق والعصمة، ما تقولش دي حاجة عادية، ما تفكرش إنك الحمد لله إنك مش من أهل المعاصي، الزنا وشرب الخمر والسرقة والقتل، ما تقولش ما دي حاجة عادية، لا، أنت ممكن تبقى زيهم في لحظة، ممكن تبقى زيهم بعد سنة أو سنتين. فإن مع ذلك لا موضع للأمن والغفلة، فإن الأمور بالعواقب. ممكن الواحد دلوقتي الحمد لله في نعمة، قد لا تستمر هذه النعمة إلا إذا إيه؟ شكر هذه النعمة. وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول ما أمن أحد على دينه إلا سلب. يعني لما تحط في بطنك بطيخة صيفي تقول لا لا لا، ده الحمد لله مش معقول، يعني بعد العمر ده كله وبعد حفظ القرآن ده وبعد العلم ده وبعد الدروس دي وبعد المجهود ده، يعني ندخل النار مثلا، أو مش معقول بعد ده كله إن احنا ننتكس. اللي بيعملوا كده بيسلبوا، اللي بيحصل في قلبهم الحركة دي هو الذي يسلب والعياذ بالله. وكان شيخنا رحمه الله تعالى يقول إذا سمعت بحال الكفار وخلودهم في النار فلا تأمن على نفسك، ما تقولش دول الكفار وأنا مالي، أنت ما تعرفش، ما تعرفش، الله أعلم، ربنا يعافينا يا رب. فلا تأمن على نفسك، فإن الأمر على الخطر، ولا تدري ماذا يكون من العاقبة وماذا سبق لك في علم الغيب. دي المصيبة الكبيرة التي أخافت الصالحين يا أخواني، خوف السابقة، دي المصيبة التي كانت تقض مضاجع الأولياء والعارفين، خوف السابقة، لأنهم لا يعرفون ما الذي سبق لهم في علم الله تعالى، يعرف هو كتب شقي أو سعيد، لا يعرف، لا يعرف. فلا تغتر بصفاوة الأوقات، فإن تحتها غوامض الآفات. وقال بعضهم يا معشر المغترين بالعصم، إن تحتها أنواع النقم، زين الله إبليس بأنواع عصمته وهو عنده في حقائق لعنته. يعني إبليس لما كان عابد زاهد كده في وسط الملائكة، ما هو كان في علم الله عز وجل أنه ملعون، سبحان الله، وهو لا يعلم. وزين بلعم، بلعم ابن بعوراء، بأنوار ولايته وهو عنده في حقائق عداوته. بلعم ابن بعوراء الذي أنزل الله عز وجل فيه، أنزل الله فيه الآية التي قرأناها، كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث
واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. هذا بلعم بن بعوراء، قصته معروفة موجودة في السنة، يمكن أن تبحثوا عن هذا الاسم وتعرفوا قصته. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: كم من مستدرج بالإحسان إليه، وكم من مفتون بحسن القول فيه، وكم من مغرور بالستر عليه. يا سلام يا سلام، يعني ناس كتير قوي ربنا بيحسن إليها، ربنا بيحسن إليها ليه؟ مش عشان هم حلوين، لا، عشان ربنا سبحانه وتعالى يعني إيه يستدرجهم أكثر وأكثر. وكم من مفتون بحسن القول فيه، لما الناس تمدحك يا سلام تقول دي علامة حب الله ليا. وكم من مغرور بالستر عليه، لما أنت تبقى مستور ما حدش يعرف عنك حاجة وأنت بتعصي الله في السر، فأنت إيه الستر ده مش هيستمر برضه. وقيل لي في النون: ما أقصى ما يخدع به العبد، قال: بالألطاف والكرامات. يعني أكثر حاجة تخدع العبد الألطاف والكرامات، تخيلوا دي أكثر حاجة تجعل العبد إيه مخدوع، لأنه بيظن بالألطاف والكرامات إنه اصطفياه، يظن إنه اصطفاه الله عز وجل، أظن إنه من أهل الصفوة، من أهل الاصطفاء. ولذلك قال الله سبحانه: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال أهل المعرفة: نسبغ عليهم النعم وننسيهم الشكر. كما قال الشاعر: أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت، ولم تخف سوء ما يأتي، ولم تخف سوء ما يأتي به القدر، وسالمتك الليالي فاغتررت بها، وعند صفو الليالي يحدث الكدر. يعني الكدر بيجي إمتى؟ لا يأتي الكدر إلا مع صفو، يعني هو بعد الصفو كدر، فأنت ما تغترش بالصفو، وإنما سيأتي بعد الصفو الكدر. واعلم أنك كلما صرت أقرب فأمرك أخوف وأصعب. يعني ما تقولش ده أنا والله دلوقتي الحمد لله أحسن بكثير من الأول، صرت أقرب إلى الله، لا، الموضوع يخوف أكثر. والمعاملة أشد وأدق، والخطر عليك أعظم، فإن الشيء كلما كان أبلغ علوا إذا انقلب كان أصعب وقوعا. يعني أنت صعب تقع، لكن وقعتك هتبقى كبيرة. كما قيل: ما طار طير فارتفع إلا كما طار وقع. فإذا لا سبيل إلى الأمن وإغفال الشكر. الشيخ هنا بيربط بين عدم الشكر والأمن، لأنه كأن الغافل عن الشكر آمن من مكر الله سبحانه وتعالى، لذلك لا يشكر أو لا يشكر كما ينبغي. فالشيخ هنا يربط بين معنيين مهمين، وهما إغفال الشكر والأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. فكأن الغافل عن الشكر آمن من تحول هذه النعمة، فلذلك هو يعني لا يشكر، كأنه ضامن وجود هذه النعمة وترك الابتهال في الحفظ بها. وكان إبراهيم بن أدهم يقول: كيف تأمن وإبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه يقول: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. تخيل خليل الله سيدنا إبراهيم يقول: يا رب أموت على الإسلام، يا رب لا أفتن فأعبد الأصنام في يوم من الأيام. وحضرتك وإحنا كلنا يعني كلنا ما شاء الله يعني كأننا ضمننا أن نموت على الإسلام. وأنا والله عرفت في حياتي ناس صالحين يكادوا يكونوا أولياء عاملين كبار، يقول لك: أنا بس لا أرجو من الله إلا إني أموت على الإسلام، إذا مت على الإسلام يبقى خلاص أنا حصلت السعادة الأبدية. وإحنا الواحد فينا يدوب بيصلي الفجر بالعافية، ويعني خلاص عمال بقى يعني يعني بيقسم بقى إيه مكان يعني درجاته في الجنة، يعني خلاص كأنه موضوع دخول الجنة ده مفروغ منه يعني. ويوسف الصديق عليه السلام يقول: توفني مسلما
وكان سفيان لذلك يا اخواننا لا تغتروا، لا تغتروا بكثير من اللي اسمائهم اسلاميه، كثير اسمه محمد واسمها خديجه واسمه محمود واسمها فاطمه، وهم شويه يستهزئوا بالدين وشويه ما يحطوش ربنا في بالهم وشويه كذا وشويه كذا، هم اسمهم مسلمين لكن هل ماتوا مسلمين؟ دي ما نعرفهاش، دي ما نعرفهاش، الله اعلم. وكان سفيان الثوري لا يزال يقول اللهم سلم سلم، كأنه في سفينة يخشى الغرق، يعني كأنه قاعد في سفينة وتغرق وهو بيقول اللهم سلم سلم. وبلغنا عن محمد بن يوسف رحمه الله أنه قال تأملت سفيان الثوري ليلة فبكى الليل أجمع. سفيان الثوري قعد يعيط طول الليل، فقلت بكاؤك هذا على الذنوب؟ قال فحملت ابنة وقال، أش كده شالها من الأرض وقال الذنب أهون على الله من هذا، إنما أخشى أن يسلبني الإسلام والعياذ بالله. يعني يقول أنا إذا رحت ربنا مسلم مذنب الذنوب عند ربنا مش حاجة، ربنا يغفرها، الذنوب لا تمثل عند الله شيء، إنما أنا خايف من إيه؟ مش من الذنوب، أنا خايف أن أسلب. وسمعت أنا بعض العارفين، من اللي بيقول أنا؟ سيدنا حجة الإسلام الغزالي بيقول وسمعت أنا بعض العارفين يقول إن بعض الأنبياء صلوات الله عليهم سأل الله تعالى عن أمر، عن أمر بلعم، بلعم بن باعوراء قلنا الذي أنزل الله فيه فيه واتل عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا، عن أمر بلعم وطرده بعد تلك الآيات والكرامات، فقال الله تعالى لم يشكرني يوم من الأيام على ما أعطيته ولو شكرني على ذلك مرة واحدة لما سلبته. يبقى بلعم لماذا سلب؟ لأنه لم يشكر. فتيقظ أيها الرجل واحتفظ بركن الشكر جدا جدا، واحمد الله تعالى على نعمه في الدين وأعلاها الإسلام والمعرفة، وأدناها مثلا توفيق تسبيح أو عصمة عن كلمة لا تعنيك. يعني كونك مسلم، كونك بتصلي، كونك محافظ، دي نعمة كبيرة خالص. أدناها في الدين إنك لا تخوض فيما يخوض فيه الناس، دي نعمة. إنك ما بتحبش الغيبة والنميمة، دي نعمة. ما بتحبش الهري الكتير، دي نعمة. إنك بتقول سبحان الله، دي نعمة. عسى أن يتم نعمه عليك ولا يبتليك بمرارة الزوال، فإن أمر الأمور وأصعبها الإهانة بعد الإكرام. عشان كده كنا نسمع بعض الطيبين يقول اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء، أصعب الأمور الإهانة بعد الإكرام، والطرد بعد التقريب، والفراق بعد الوصال، والله تعالى الماجد الكريم الرؤوف الرحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم من الشاكرين نعمه، العارفين بحقه، الذين إن قصروا في الشكر فإنهم يؤوبون ويرجعون إلى الله سبحانه وتعالى ولا يتمادون. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفضل الله عز وجل محبتنا العلم وفيرة، ولكن من حولي يتضايقون دائما سنشغالي وتعلم العلم، فماذا علي فعله؟ من حولك دول إذا كان ناس لك يعني في واجب متعلق بيهم، فإحنا مش عايزين باسم العلم نقصر في الواجبات. يعني لو أنا زوجي عايزني مثلا يطلب مني شيء أو كذا، لا، الزوج أولى، الزوج أولى. فهو لو بيتضايق أنا أراعيه، أقول له ما تيجي تحضر معايا، طب معلش هحضر الدرس وبعدين مثلا أعمل لك كده، نوفق أوضاعنا. طب لو دولت ملهمش علي حق، الناس اللي بيتضايقوا دولت خلاص ما يتضايقوا، يتضايقوا ملهمش عندي حاجة، ليا معاهم النصيحة فقط، أقول لهم يا جماعة ده العلم جميل ولذيذ، لو جربتوه تعالوا احضروا معانا، لو جربتوه
هتحسوا انكم فاهمين الدين احسن، وحياتكم تتصلح، وتحبوا ربنا وكده، ونحببهم ونرغبهم في العلم، لعل الله سبحانه وتعالى يفتح عليهم بنا. انا كمان نفس المشكله، الناس بقت تمل قطايف في الحديث عندي. نعم، لان الدنيا شغلهم، الناس الدنيا شغلها. كيف نفرق بين حسن العباده والاستدراج؟ الاستدراج دي حاجه في علم الله، احنا نعمل اللي علينا وبس. يعني احنا لما نركز او نسال عن افعالنا احنا، هل احنا بنعبد؟ نعم الحمد لله. طب ربنا بقى مرتب ايه؟ ايه اللي في علمه دي ما نعرفهاش؟ هذه لا نعرف ولا يمكن ان نعرفها. لكن في نفس الوقت مش هنوقف عباده، مش هنوقف تقوى، مش هنوقف التزام، لاننا لا نعرف، يمكن يكون والله اللي احنا فيه ده استدراج. فاذا نتوقف؟ لا، ما نتوقف. اذا الواحد فينا عمل اللي عليه، ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فالواحد دايما يركز في اللي انا علي اعمله، فعل الله لا نعرفه، فما نركزش فيه. اولاد حضرتك، طيب اذا كان اولاد حضرتك مش يعني ما فيش حاجه برضو واجب متعلق بيهم، محتاجين ياكلوا، محتاجين يشربوا كده الى اخره، ف رب نسأل الله ان هم ربنا يهديهم ويلتحقوا بالحلقات بتاعتنا ويسمعوا معانا ويحبوا اللي حضرتك بتعمليه ويساعدوك عليه ان شاء الله. هل الاستغفار يكفي عند تنبه لعدم الشكر؟ نعم، الاستغفار والمسارعة إلى شكر النعم. وإحنا قلنا قبل كده شكر النعم لا يكون فقط بمجرد قولنا الحمد لله، ولكن باستخدام النعم فيما خلقت له، استخدام النعم فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.